عم نعيش بفترة فيه قول عصيبة، بفترة استثنائية، بفترة غريبة، بفترة يمكن عم نقطع فيها بشك، بتروما، بردة فعل، ولكن لازم نقدر نفرق بين التروما الكبيرة والتروما الصغيرة، ونقدر نعرف نحن شو عم نعاني. طبعا نحن كأكثر تفاصيل مع المعالجة النفسية دانيا دبيبو درويش. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. يا هلا، كيفك؟ أوه. بس نحن يعني هو اذا بدي اقلع بالتروما، نحن كلنا عايشين تروما. إيه عايشين النتائج تاعول التروميات السابقين. هلا عم تقولي لي قبل الهوى انه عم ننفعل بس نسمع جدار صوت، هيدي نتيجه التروما تبعت انفجار بيروت، كل الحروب اللي شهدناها قبل فيها. بصير الواحد حساس لاي شيء شبيه، وهيدي عم بتصير يعني شغله متشاركه بين كل اللبنانيه هلا بهيدا الوضع. بس نحن بنعرف انه نحكي بالتروما عاده انه هيدي شغله كبيره، قصه كبيره بتغير له حياته للواحد بس يقطع فيها. هيدي بنسميها الماكرو تروما، اللي بيكون واحد صار معه حادث معين، مرض مرضى كتير قوية، مثل ما سمعنا هالكم يوم اللي الناس اللي انبترت أعضاءها هالجرحى، يعني في شيء كتير كبير صار عنده للواحد اللي نتائجه النفسية كتير سيئة، يمكن تمد معه كتير إذا ما ديراها وإذا ما اشتغل على الشفاء منها. بس في كمان مايكرو تروماز، هن الصدمات الصغيرة اللي بنتعرض لهم بنحسهم إنه ما كتير عندهم أهمية التروما الكبيرة مثلا، بس هولي إذا بيتكرروا، إذا يوميا الواحد عم ينجرح يعني أنت شو عديها هيك، في جرح نفسي واحد إجا فوق جرح تاني نفسي تالت رابع، الاشياء لما عم تتكرر هيدي شو بيصير؟ بيصير كتير عم بيودي لنزيف نفسي مثل التروما الكبيرة. هيك بيجمعوا. اذا بدي يعني رح بلش لك بشي شخصي. هيك من كمان منشارك الناس لانه يمكن كلنا مرقنا فيها. السنة الماضية اكيد بشباط صار الزلزال الكبير. وانا ساقب كنت قاعدة بطابق عالي بخشب. فالسنة لما رجعت صارت الهزة هلأ عن جديد يلي كلنا حسينا فيها من شي شهر يمكن، فصارت تبكي وقعدت بالأرض وما قدرت تنام بأوضتها، ونامت يعني غيرت أوضتها ونامت عندي وهيك. فصدمت لأنه أنا ما توقعت أنه تكون هالقد مأثرة بهيدا الشيء، وأنا اعتبرته قطع ومرجعنا حكينا فيه بس ما طلع قطع، شكله ما قطع. فتعرفي أنه يعني بتصيري تقولي أنه الجرح، كيف عم تقولي أنه إيه؟ الجرح فوقه جرح فوقه جرح. فمن هون نحن كيف بدنا نعالج عن جد أنه هالصدمة، ما بعرف صدمة نفسية صغيرة كبيرة، ما عاد تفهمت شو صار يعني. الصدمات النفسية الكبيرة يعني صارت هلأ يعني في طرق كتير لعلاجها. في العلاج عن طريق الـ EMDR اللي هو الـ Eye Movement Desensitization and Reprocessing. نتيجته كتير سريعة، هيدا بحركة العيون منشيل الحساسية عن ذكريات أليمة عايشينها. اللي يعني زلزال اوكي كان هيدي ذكرى، بعد الذكرى بعدها عايشه عندها لبنتك. سو اي شيء شبيه هلا حتى لو كانت كتير بسيطه هالمره الزلزال عم تتفاعل معه، لا تفاعلت معه بشكل كتير قوي، يعني اقوى من الزلزال نفسه. يعني فتح الملف براسه، جسمه مخزن بعده هيدي الذكرى، منشان هيك لا اراديا بتكون عم تتفاعل هلا مع الوضع الجديد بهيك رده فعل. سو في طرق للعلاج اللي سهله، مرات بجلسه او جلستين من ازاله الحساسيه عن الموضوع بنقدر ننجح، يعني انه يبطل الواحد كثير هالقد حساس لانه بتخلق حساسيه. سو علاج التروما الكبيره اذا هي شغله وحده ما عاد صعب كثير، عم نلاقي كثير نتائج سريعه وحلوه والناس خلص بتروق في للموضوع. اوكي، والتروما الصغيره؟ ايوه، علاج التروما الصغيره صعب لانه ما بينتبهوا هولي انه هولي تروما. لنعرف شو هي التروما الصغيره، اذا حدا تجاهلك مريات، يعني انت وهيدي بتصير على صعيد شخصي مثلا او بالشغل او اجتماعيا، اذا تجاهلك هاي كثره النقد عليك، كثره حدا يستسخفك كل الوقت او يحطمك، طب ما هولي جروح نفسيه، يعني بتضايق الواحد بس ما بيعدها انه هيدا جرح اليم اول مره ولا ثاني مره.
قالوا يا الله رجعنا على هيدا الشيء. بحس الواحد بالنتيجة بالزعل، بحس بضيق، بحس بتوتر، بس ما بيربط مرات انه أنا عندي إرهاق عاطفي. بيضلوا بيقولوا مثلا أنه أنا تعبان، مش بس جسديا، نفسيا ما إلي خلق أعمل شيء. بكونوا ما عارفين السبب، هني بيبطل إنه النفس على الاجتماعيات، على أنه يحكوا حدا، بيصيروا عم بيتفادوا الموقع السام اللي بيصير فيها القصص. يعني مرات في ناس بالشغل بتصير قرفانة تروح على شغلها إذا عم بيسمعونا قد من المدير، إذا حدا عم بيتجاهل هالمدير، عم بيتجاهل هالشخص اللي عم بيعطي جهد. يعني بيكون مبسوط حاله الواحد انه انا سويت شيء وعم عرفتي زحت له اياه. بين الاصدقاء كمان عم بتصير قصص هالتلطيش، بين اهل الزوجي، اهل الزوج بنعرف الحما والكنة، يعني التلطيش الكذا. ما هون في، وكمان مرات في تصرفات اللي بتكون عم تعمل جرح اول مره وتاني مره وتالت مره، ما بينلام الواحد اذا ما كنت عارفه انه هيدي تروما صغيره. تروما على فكره، تروميات صغار، ما انت كيف بتعرفيها؟ بتصير جسمك عم بيتفاعل كل ما تشوفي هالشخص اللي نازل فيك سكاكين كل الوقت. ما بيعود بدك. عشان هيك في ناس بيصيروا بيقولوا اعصابي انا لما بدي شوفوا هالانسان، اذا حدا من الاصحاب او حدا عايش معك بالبيت، جسمك عم بيتفاعل. بيقولوا الجسم بيخزن كل هالذكريات لوحده، بيصير بيتفاعل وبيودي لنتائج اللي كتير شبيهة بنتيجة الصدمات الكبيرة. ايه بيصير الواحد دايما عنده هالقلق، وهولي مرات بيجي عنا ناس عم بيعانوا من مشاكل قلق او اكتئاب، بتتطلع بتسأليهم هيك بتحسي ايه هيدا قاطع عليك شو مخزنين. ايه مخزنين كتير شغلات، وهولي لحتى تكتشفي انه هني عندهم تروميات صغيرة كل الوقت، هولي بدك يعني تصير تقولي لهم طب ما هيدي نتيجة هالعلاقة السامة مثلا مع شخص نرجسي لتسي. لانه هولي اغلبهم الناس اللي متعرضين للتعنيف اللفظي الجسدي العاطفي، هولي طب عم بيجمع لانه ما بيحكوا. دانيا كمان اغلب الوقت ما بيكونوا عم بيحكوا، ما هني مرات بزحطون انه لك شو بدي اقعد احكي فيه للموضوع، ما حدا حيسمع لي. مرات بيكون ما عندهم حدا يسمع لهم، او بحسوها منا كثير مهمه، مش انه هي الشغله اللي عم تعمل لهم هالعوارض هلا. بيكونوا ما عارفين هن الاسباب المحدده لهيدا الشيء، بيكونوا هيك ضايعين، بس عم بيعانوا جسديا من اوجاع. يعني هيدي نتيجه التروميات الصغار، بصير الواحد عنده اوجاع مزمنه، بصير عندهم هول قصص المايجرين، كل الاشياء اللي منقول هو اللي نتيجة ضغط نفسي. طب ما شو هو الضغط النفسي؟ مرات كتير هو قديه عم تتعرضي انت لطرقات. طب هل فينا نحن نتجنب هيدي الطرقات؟ يعني هل سهل علينا نتجنبها اذا نحن كنا عارفين انه هيدي اللي عم تخلينا هالقد ردة فعل جسمنا عم بتكون هالقد؟ هو شوفي يعني مرات لا مفر منهم هولي قصص التروما، لان حتضلك تتعاملي مع ناس ما عندهم الوعي والادراك انه عرفتي قد عم يعملوا هن جروح بغيرهم. ما بنشوف نحن اغلب الناس اللي بتيجي لعنا بيكونوا عم بيشتغلوا على حالهم من تروميات صايره معهم بسبب ناس اللي لازم ينتبهوا على حالهم، يشتغلوا على حالهم لان عندهم اضطرابات. هولي يعني بيكونوا لا مفر منهم بالحياه انه نتعرض لهم، بس فينا نحمي حالنا مريات. يعني اذا عندك انت اشخاص عم بتضل هيك تنقر عليك وتلطشك او تتجاهلك، يعني مرات كثير الواحد بده يقوي قلبه ويحط حدود لهيك عالم يحكي. اذا ما بيعرف بده يتعلم كيف يقول لهالاشخاص انه هو عم بيضايقوه هول الزكزكات. هيدا التعبير عن النفس وانك تحطي حدود، هيك بتصير بتحمي حالك. بتحمي حالك كمان اذا بتعملي دايما تنفسيهم انت هول الاشياء اللي مخزنة عن طريق يا اما الحكي، تعبري عن حالك مع صديق، مع حدا اللي بتوثقي فيه، يطلعوا هول العواطف. لان في ناس عم تطمرهم العواطف، يعني بتضل عم تطمرهم بس ما عم بيطلعوا بشغلات تانية. في ناس بيصير عندها كويبيس واحلام بتضايق وهيك اللي بتنبهن، يعني هول الكويبيس المزعجه
بتكون عم بتنبهك في شيء ما مزبوط لازم تنتبهي له، بس هن ما عم بيحكوا بالموضوع وعم بهذا. سو فينا نحن لنرجع نرجع التوازن العاطفي، نعمل امور اللي بتريحنا، بتشيل الضغط النفسي، ما يصير فيه التراكمات فوق بعض فوق بعض فوق بعض، لان بيوصل واحد لمرحله مرات اللي خلص بيقول خلص انا استنزفت عاطفيا، استنزفت نفسيا، نعم. معي نزيف نفسي، مضايق مضايق مضايق، ما لي يعني ما قادر اعمل شيء. سو بده هو الواحد يكون عم بيعرفتي يطبب حاله ويساعد حاله. طبعا اللجوء لاختصاصي بيسرع كثير العمليه. أكيد. ونوع مريات انه يعني الكلمه اللي بنقولها نحن ممكن تكون سكينه بتذبح للشخص. صح. ما بتبين هيدا. صح. الجرح النفسي ما بيبين. صح. بس انه بيعلم فيه للواحد. أكيد. بده وعي. سو انت يمكن ما فيك توعي العالم، نحن عم نحكي عن الموضوع للناس توعى على شو ممكن يكونوا هن عم يعملوا بغيرهم، ونحن لازم يكون عنا درجة عالية من الوعي والتعاطف مع الآخر، يعني نعامل غيرنا مثل ما بنحب انه نتعامل. ايه نحن ليش أكيد. بدي انا حطم غيري لما انا بدي اكون عم بشتغل بهالقد خبص وانه ضايق غيري واجرح غيري؟ بدي اسال حالي ليه هيك عم بعمل؟ أكيد. ليه هيك بيقولي لك hurt people hurt other people. صح. يعني اللي مجروح هو بيصير عم بيجرح بغيره. صح. بس ما كل الناس هيك، في ناس وبنسمعها دايما انه اللي صار فيي انا ما بدي ينعاد ابدا. سو بيكونوا عم يتحسبوا. ايه بيكونوا عم يتحسبوا، وهولي اشخاص بيكونوا حساسين انه انا ما بدي اذي غيري مثل ما انا انأذيت. بنشوفها كثير مرات بالاهل. صح. انه انا لان ماما كانت تتميز بيني وبين اخوتي ما بدي اعمل هيك بولادي. ايه ما بدي اعمل هيك بولادي، او لانه انا انضربت انا وصغيري ما بدي مد ايدي على. صح. لانه هيدي الضربه من عطا تروما صغيره مرات. تكرارها 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 شو بيصير؟ بينخفض تقدير الذات عند الشخص، يعني في لها مساوئ كثير. اكيد. الواحد بيكون مفشكل بحياته، هيدي نتيجة التروميات الصغيرة بتبني اعتقادات سلبية عنه للشخص، بيصير منه واثق من حاله بكل موقع، ما عم بيطلع هيدا الاعتقاد السلبي انه انا شخص ممنيح مثلا او انا مني ذكي. سو تأثيراتها على المدى الطويل كتير بشعة. عادي اذا بيجي لعنا حدا بدنا نقعد نمحي هالاثار يعني اللي تراكمت عنده للشخص، منا سهله، بدها اعاده هندسه. أكيد. للنفسيه للداخل وتطبيب. مرات بنعمل جراحه نفسيه لحتى نشله لواحد معتقدات سلبيه مشيته كانت كل الوقت. ان شاء الله هيك هيدا اللي قلتيه دانيا اليوم يوصل هيك لقلب كل حدا يقدر يغير من تصرفاته اذا كانت سلبيه، ولقلب كل حدا يقدر يطبب حاله ويتوجه لعند الشخص المختص ليقدر يشفي حاله من هالجروح والتروميات الصغيره. شكرا كثير. بكفينا لان تروميات كبيره بكفينا عم يجوا 100%. شكرا كثير لك دانيا، اهلا وسهلا فيك.